السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. كنا قد تكلمنا أمس عن بعض من مشكلات الدعوة. نستكمل الحديث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض هذه المشكلات التي تواجه الدعوة. وبما أن هذا الموضوع فيه تشابك الذي سنتكلم عنه الآن، نود أن نبين ونوضح أن هناك مشكلات تقع في الصف الدعوي ذاته في داخل العمل الدعوي، ومشكلات في البيئة المدعوة. قد تكون هناك مشكلات مشتركة، قد تكون هناك بعض المشكلات المشتركة. هذه نفس المشكلة هي في الصف الدعوي، وذات المشكلة في البيئة المحيطة المقصودة بالدعوة. يبقى لابد أن تحل هذه الإشكالية داخل الصف الدعوي أولا، ومن ثم تحل خارج الصف الدعوي. ومنشأ المشكلات والبلايا والرزايا سواء كانت في الصف الدعوي أو في خارج الصف الدعوي، تعود كل هذه المشكلات إلى سببين رئيسيين: الجهل والهوى. ستجد كل هذه المشكلات في الحقيقة تتفرع من الجهل ومن الهوى. قد يكون هذا الجهل في صفوف الأعمال الدعوية، في العمل الدعوي نفسه، في عدم تقييم المرحلة، لأن مسألة فهم طبيعة المرحلة أمر من الأهمية المكان، وإلا كيف سينبني عمل دعوي مع فهم المغلوط للواقع الدعوي. انظر إلى الخطاب الرباني الوحي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت هذه المراحل تأتي تباعا بالتدريج. المرحلة الأولى: قم فأنذر. الإذان بالدعوة، بدء الدعوة. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كلف بالرسالة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمر وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه مرحلة. ثم أتت مرحلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لا شك أن هذا النداء له مغزى، أن هناك أناس تحت وطأة القهر والظلم والاضطهاد، تحت وطأة هذا القهر العظيم جالت في خواطرهم أفكار، ولكن أتى الخطاب الرباني ليوجه الجماعة المؤمنة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذه مرحلة من المراحل مهمة. تخيل لو أن هذه المراحل حصل فيها نوع من الخلل، قدمت مرحلة على مرحلة. لما يقول ربنا تبارك وتعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا خطاب. إذن هناك موجود من الأفكار ما تتبنى إلى متى هذا الظلم، وإلى متى هذا القهر، وإلى متى هذا، وإلى متى هذا. فيأتي الخطاب الرباني ليسكن النفوس ويطمئن الأفئدة. هذه مرحلة، لابد أن تفهم طبيعة المرحلة حتى تستقيم الدعوة وحتى تأتي بثمارها. فمن استعجل الثمرة وأتى بمرحلة قبل الأخرى حصل خطأ وخلل كبير في الدعوة، أخر النصر والتمكين. وإلا لماذا كانت هذه المراحل؟ هذه مراحل. ثم أتت المرحلة الأخرى: يا أيها النبي حرض المؤمنين. هذه مرحلة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.
هذه مرحلة. ثم أتت المرحلة الأخيرة، مرحلة التمام والكمال، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه مرحلة، نعم هذه مرحلة، لكن هذه كانت المرحلة الأخيرة. لما تنظر إلى سورة المائدة، وربنا تبارك وتعالى يفتتح هذه السورة بالخطاب الموجه للفئة المؤمنة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تظل تبحث في السورة كاملة لا تجد عقد واحد، أي عقد. ولكن هذا خطاب لطبيعة المرحلة، أنكم الآن لكم دولة ولكم صولة ولكم شوكة ولكم منعة، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغض هؤلاء القوم ومخالفة هؤلاء الناس في العقائد والمناهج أن تعدلوا معهم في شتى مناحي الحياة. أوفوا بالعقود، ليس بما أنكم أصبحتم دولة قوية وفتية ولا يستطيع أحد من البشر أن يقف أمامكم أن تطغوا أو تظلموا أو تخلوا، هذه أيضا مرحلة. فمعرفة طبيعة المرحلة من الأهمية بمكان حتى تستقيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يكون خلل في الصف الدعوي، وقد يكون الجهل في الشق الآخر في البيئة المحيطة. هناك بعض الأماكن مسائل التوحيد فيها ظاهرة مستقرة، قد تكون هناك أشياء من الكبائر والفضائع لكن أمور التوحيد مستقرة، الناس تعلم علم اليقين أنه لا يجوز التبرك إلا بالله، ولا طلب العون والاستعانة والاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الذبح ولا النذر ولا الطواف، كل هذه عبادات مصروفة لله تبارك وتعالى، أمور مستقرة في بعض الأماكن. وفي بعض الأماكن لا يزال الناس يذبحون لغير الله ويطوفون حول القبور ويفعلون من المنكرات والبدع والشركيات ما لا يعلمه إلا الله. فكل طبيعة وكل مرحلة وكل بيئة تحتاج إلى عمل نوعي معين. وفي تنبيه، كان هناك تسريب أن بعض الإخوة لا تستمع إلى المحاضرات، ونحب بس نبين يعني معذرة، لماذا دائما نضع المحاضرات والكلمات في مقارنة مع القرآن؟ نحن لا نريد أن نزاحمك على الورد، ولكن نزاحمك على النوم. ضع مكان المحاضرة، يعني المقابل لها ليس المصحف، ضع النوم أو وقت الراحة. لا تقول مثلا المشايخ والإخوة إحنا في وقت كذا، صحيح لا نريدك أن تنقطع عن المصحف أبدا، وهذا من أفضل الأعمال وأجل القربات في مثل هذه الأيام، لكن تأتي هذه الكلمات تزاحم أوقات الراحة والنوم، فما تحطهاش في مقارنة مع المصحف والورد، حطها في مقارنة مع إيه؟ يعني الربع ساعة العشر دقائق، حطها في مقارنة مع إيه؟ مع وقت الراحة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: فإن على الحق نور والجهل ظلمة، والجهل ظلمة وظلام كبير. فالناس في حاجة إلى نور، الصف الدعوي في حاجة إلى نور، والبيئة في حاجة إلى نور أيضا، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. قال الإمام أحمد: إنما جاء خلاف من خالف، إنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن الأسباب المانعة من قبول الحق، ومن الأسباب المانعة لقبول الحق الجهل بما أتى عن الله وبما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من جهل شيئا عاداه وعادى أهله، من جهل شيء عاداه وبالتبعية عادى أهله. ومن فرط في رفع الجهل عن نفسه قد لا يعذر بالجهل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. إذن
أنت في بيئة دعوية الآن في صرح دعوي، وفي الحقيقة يا إخوان لابد أن نعلم أن هذه رسالة، ينبغي علينا أن نؤدي هذه الرسالة. يعني ليس لك اختيار، إنما الاختيار صعب، الاختيار صعب، لا نريد أن يكون مطروحا أو معروض، لأنه في الحقيقة صعب. هذه رسالة لعموم المسلمين، لعموم الناس، أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن بقية الخلق، أن يبلغوا دين الله، أن يكونوا واسطة تنقل إلى الناس الصحيحة من الأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ محمد بن عثيمين الصالح بن عثيمين رحمه الله يقول: قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده. إنسان لا يعرف أن هذا الفعل حرام، يفعل هذا الفعل له زمن طويل، وقد يعني ربما وجد الآباء والأجداد على هذا الفعل، فهو يفعله من باب العادة ومن باب أنه يعني رأى الأجداد والآباء يفعلون هذا الفعل، ثم تبين له، لم يتبين له شيء، وقال له إنسان هذا حرام، على الأقل قامت عنده شبهة، صحيح؟ أقل، لا نقول أنه قد اقتنع بقول القائل أن هذا حرام، لكن قامت عنده شبهة، وجب عليه أن يتحرى في هذه المسألة، لأنه على الأقل قامت عنده شبهة. فإن ترك التحري في هذه المسألة وظل واقعا في الحرام ولم يتحرى ولم يطلب العلم ولم يجتهد في هذا السبيل، فهو غير معذور بالجهل، لأنه فرط، فرط في التعليم وفرط في رفع الجهل عن نفسه. إذن الجهل هي المصيبة الكبرى، وقد يكون شق من هذا الجهل واقع في الصف الدعوي على النحو الذي ذكرنا، وقد يكون وهو بالفعل واقع في البيئة المحيطة بالدعوة اللي هي البيئة المستهدفة بالدعوة. واجب الدعاة وطلاب العلم وواجب الإخوة جميعا أن يقوموا بهذه الرسالة، أن يتعلموا وأن يعلموا الناس، أن يتعلموا ما يخصهم في العمل الدعوي، ويرفعوا الجهل عن الناس في البيئة المحيطة بتعليمهم التوحيد والسنة وهذه القضايا الهامة التي قد لا يصلح إسلام العبد إلا بهذه الأشياء. أيضا من المشكلات العارضة الخوف، وهذه مشكلة لا تقل عن الأولى، ولا شك أن سلطان القهر والغلبة تحمل ضعفاء النفوس على الانقياد للباطل طلبا للسلامة وإذعانا لقوة السلطان أو غير ذلك، وهذا ذكره القرآن كثير، كما بين ربنا تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه، هذا واقع، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إذن هذا كان واقع في الأمم السابقة. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الخوف مدعاة لترك العلم والدعوة، وإلا هذا ليس بعذر. طيب انظر مثلا إلى هرقل عظيم الروم، علم صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح البخاري، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة الحمر يعني، وانطلقوا إلى الأبواب فوجدوها إيه؟ قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرة أولئك وآيس من إيمانهم، قال: ردوهم علي، ردوهم علي، إني قلت مقالتي آنفة، أختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت. طبعا هذا الحديث إن أردت أن تستخرج منه فوائد فكثيرة، من أقرب هذه الفوائد أن هؤلاء الناس في الحقيقة أذت نفوسهم لقبول الحق، وإلا هم يعرفون أن الرجل كان يتكلم كلاما حقيقيا،
وأن أهل الباطل لا يقنعون أبداً إلا بباطلهم. هناك أناس لا يحملون للإسلام عداء لا لشيء إلا أنهم لا يستغنون عن حياة الفحش والانحطاط، لم يقرأوا عن الإسلام، ليس عندهم يعني مجرد البادرة أن يقرأ عن محاسن الدين وعن حكمة التشريع وعن كذا، لا أبدا، هو لا يريد أن يخرج من هذه البيئة. إشكاله كله أنه كيف يعيش بلا خمر، بلا اختلاط، بلا زنا، بلا تبرج، بلا سفور، بلا بلا بلا، هذا إشكاله فقط. توافقه على هذا هو معك على أي وجه، ليس عنده إشكال. فهؤلاء خصومة هؤلاء الناس مع الدين، خصومة هؤلاء الناس مع الدين. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام، فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى. وكذلك كثير من الناس قد ينصرف عن الحق وقد ينصرف عن الدعوة من أجل هذا السبب، أن يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على مكانته، وهذا من الصوارف عن الحق ومن الخلل الواقع والحاصل أيضا في الصف الدعوة. فكم من أناس كان لهم جهد مشكور، كان له جهد مشكور، لما يحدث شيء تجده قد انقطع عن المسجد وربما تنازل عن أشياء مهمة كانت وأصبحت يعني قطعة من حياته ومن كيانه، فما رده عن ذلك إلا الخوف. نقول أبدا أبدا، في النهاية وفي المحصلة لا يجري في الكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، وغاية ما هنالك غاية ما هنالك أن قضاء الله عز وجل نافذ، سواء كنا مطيعين أو كنا على المعصية. لا يجرؤ أحد أبدا ولا يستطيع أحد أبدا أن يفعل بك إلا ما كتبه الله عز وجل، إلا ما قد كتبه الله عز وجل لك أو عليك. غاية ما يستطيعه البشر أن ينفذوا أقدار الله عز وجل فيك. كذلك من هذه المشاكل حب الجاه والرياسة، هذا أيضا في الصف الدعوي، وأيضا يصد الناس عن القبول في عن دين الله تبارك وتعالى. أما في الصف الدعوي أن هناك نفوس لها إرادات في حب المدح والرفعة والثناء إلى غير ذلك. قال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: المحبة للرئاسة والميل إلى الدنيا والمفاخرة والمباهاة والتشاغل بما فيه اللذة وما يدعو إلى الشهرة دون ما توجبه الحجة ويقضي به العقل والمعرفة، فعلى نحو هذا تكون الآفة الصارفة الموجبة لفعل الخيرات. في الصف الدعوي تجد هذه آفة موجودة، هو يحب الدعوة ويحب العمل، لكن هناك ما يزاحمه على هذا الخط، أيضا يحب الرئاسة والظهور، وكما قالوا حب الظهور يقسم الظهور، هو يحب ذلك، يحب أن يشار إليه. لو أن إنسانا يعني تقدم عليه يجد حزن في نفسه، يجد شيء في نفسه، هذه آفة تحتاج إلى علاج. وكذلك في البيئة المستهدفة تجد أن حب الرئاسة والشهرة والزعامة يحول بين هؤلاء الناس وبين التوبة. أنا أصلي وراء هذا الرجل وبعد ألبس بقى جلابية قميص قصير كده وأمشي، مش مستحيل. أنا أروح الشغل الصبح بالبدلة والكرفتة والهيئة والسواق يفتح لي الباب، صعب على النفس، صعب على النفس. ولكن أي نفس؟ النفس التي ابتليت وحيل بينها وبين الخير، وحيل بينها وبين النور، وحيل بينها وبين الطهر. همشي كده وراح الصفوف ديت ورا الصفوف ديت في الحر ده، وممكن ما اجيش الاقيش مكان واقعد في الشارع ورا الحصيره، صح؟ يصعب هذا، هذا ايضا من الصوارف. قال شيخ الاسلام، وهذه كلمه عظيمه
من كلمات شيخ الإسلام وما أكثر كلماته العظيمة. يقول: وطالب الرئاسة، وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا. طالب الرئاسة ترضيه الكلمة التي فيها تعظيم وإن كانت بالباطل. أنت أحسن واحد، أنت أفضل واحد، أنت، هو يعلم أن هذا، لكن هذا فيه إرضاء للنفس، إرضاء للذات، فتشبع عنده الرغبة، لا يريد من الدنيا إلا هذا. وهذه آفة حتى داخل الصف الدعوي، قد تجد طالب العلم لا يريد مال، من الممكن أن يعمل ويدر دخلا، هو لا يريد مال. لماذا؟ لأن حب شهوة الظهور والجاه عنده والتطلع غلبت على شهوة. قد يعيش فقير يرضى بالفقر لكن يطمع في أن يشير الناس إليه، هذا في الفقه ما شاء الله. ترضيه هذه الكلمة حتى لو محصل في الفقه شيء، هذا في العقيدة ما شاء الله، هذا في القرآن ما شاء الله تبارك الله. هذه الكلمة تنزل على نفسه بردا وسلاما، وكأنها تشبع الرغبة عنده. هذا خلل، هذا مرض، هذه آفة، ينبغي أن تعالج هذه الآفة. وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلة، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. يجي واحد من المشايخ الكبار يسأله سؤال عن الناس ويحرجه، طيب دي كذا ودي، ويناقشه، يحزن، يجد تيجي تكلمه يقول لك لا أنا يعني مش يعني ما كانش الشيخ ينبغي يكلمني في الناس، أنا أيضا يعني ليه، أنا برضو ليه دور في الدعوة وكذا والإخوة. لكن هذا بالحقيقة كل هذه اعتراضات باطلة، هذا مرض يحتاج إلى علاج. وكذلك البيئة، تجد الناس على فكرة، وقد تسرب هذا الشعور لأن الخوف على مشاعر، يعني الحفاظ على المظهر وعلى المنظر أحيانا قد يعطلنا على إظهار بعض الشعائر. مثال: تجد الشاب منحرف يدخن في الشارع، صحيح؟ وربما يشرب المخدرات في الشارع، صحيح؟ وربما يقف على قوارع الطرق ينادي على الفتيات، صحيح؟ كل هذا حدث. وربما تحصل مشكلة يصرح بالتقبيح واللعن والسب والشتم، لكن ذات الشخص نفسه إذا التزم تجد ماذا؟ تجد خامل الذكر، ساكن. ما هذا؟ كن قويا في الحق كما كنت قويا في الباطل. تجد مثلا في تكبيرات العيد في الشوارع من يفعل هذه السنة؟ في نوع من الحياء، من الخوف، برضو عشان الناس لا تتهمنا، ما تقصرش قوي علشان ما تعملش قوي علشان. كل هذه الأشياء هي في الحقيقة حفاظ على المظهر، في شيء منها قد نتفق عليه وفي شيء قد نختلف فيه. ومن هذه الأسباب أيضا التقليد الأعمى، وهنا مسألة مهمة نتكلم عن التقليد الأعمى. المقلد سماه السلف بالإمعة، سمى السلف المقلد بالإمعة، والمقلد يلتزم قول عالم مطلقا في جميع المسائل، وهذا لا شك أنه قد أعطاه معنى العصمة من حيث لا يشعر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالثواب على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله والملائكة على المؤمنين به والمعلمين للناس دينه، والحق يدور معه حيثما دار. فالواجب على المكلف أن يدور حيث دار الحق، لا أن يدور حيث دار الشيخ. مسألة مهمة، مع الاحترام والتوقير والتبجيل ومعرفة الحق الكامل للعلماء والمشايخ، ليس هناك من تعارض من أن تخالف شيخ في مسألة وأن تحترمه. علماء أجلاء دعاة كبار، هذه مسألة مهمة. ولا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أيضا
أن كل مخالفة تحتاج إلى النشر وإلى التشهير، أبدا أبدا، ولكن نحن نحذر من التقليد الأعمى. قال شيخ الإسلام: فإن التقليد لا يورث إلا بلاده، التقليد لا يورث إلا بلاده. قال الشيخ بن سعد رحمه الله: فإن من اعتاد الجري على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة، فالتقليد من أعظم الصوارف عن الحق. قال ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أنه يقيم أوثانا في المعنى، أوثانا في المعنى تعبد من دون الله تبارك وتعالى، مثل أن يتبين له الحق فيقول: هذا ليس بمذهبنا، تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق. ولا يوجد عالم قوله كله صواب، بل كل يؤخذ من قوله ويترك. قال شيخ الإسلام: ليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحة وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا امتنع أن يكون الحق في قول عالم واحد مطلقا، علمت ما في التقليد ما يوجب مجانبة الحق. وهذه مشكلة تجد كل مكان فيه عالم هناك تقليد أعمى لهذا العالم. لا، ما ينبغي أن يكون عليه الناس؟ أن يحبوا هذا العالم، أن يوقروه، أن يسمعوا له، أن يتعلموا على يديه، أن يتأدبوا عنده، كل هذه معاني صحيحة. طيب كيف لهذا العالم، كيف لهذا الطالب أن يعرف أن ما قاله العالم صواب؟ هو يتعلم من هذا العالم. قلنا ذلك في أول الكلام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تكون عنده على الأقل شبهة أن هذه المسألة التي أجازها هذا العالم الذي يتعلم عنده قد أنكره علماء، وجب عليه كطالب علم أن يبحث، أن يسأل المشايخ، أن يسأل غيره من أهل العلم. فإن أعرض عن السؤال فهذا هوى. وهذه مسألة خطيرة. وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين الاستعانة بفهمه، فإن الأول أخذ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب ولا سنة، والاستعانة بفهمه، وهو الثاني بمنزلة الدليل في الطريق، المنار على الطريق. والخريط الماهر لابن السبيل فهو دليل إلى دليل. يبقى معنا أشياء نكملها إن شاء الله في الغد، ولكن نريد أن نبين أن هذا الكلام وغيره مما يتكلم به مشايخنا وأساتذتنا لا تسقطه على غيرك. هذا الكلام لنا جميعا، نريد أن نخرج من هذا المكان ونحن حاملين رسالة، نخرج من هذا المكان ونحن أصحاب قضية. هذه قضية عادلة، لكن تريد يعني مجموعة من المحامين المهرة، وهذا إن شاء الله موجود. والله الأمة فيها خير والشباب فيهم خير، وهذا الخطاب لعموم الناس. الدين ده مسؤولية الجميع، هذا الدين مسؤولية الجميع، والدعوة مسؤولية الجميع، واستشعار المسؤولية واستشعار هذه المعاني ليست حكرا على أحد. لابد أن يكون لك دور، لابد أن تكون صاحب قضية، لابد أن تلقى الله عز وجل بعمل يبيض الله عز وجل به وجوهنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم نلقاه. فهذه المسألة يا إخوان مسألة مهمة، تخرج من هنا صاحب قضية، صاحب منهج، تريد أن تبلغ الحق إلى الخلق، تخرج متغير. هذه دعوة إلى التغيير، كما قال شيخنا الشيخ سيد علام أمس، يعني أخي يريد أن يتكلم في مناهج التغيير. نعم نريد أن نتكلم في مناهج التغيير، لكن تغيير نمط الحياة، تغيير أسلوب الحياة، تغيير محاور الاهتمامات والأولويات في حياتنا. وإلا ماذا يعني انتمائك للدين وحبك للدين وحبك للإسلام بكل ما تحمله من معنى دون القيام بواجب الدعوة إلى الله والعلم والتعلم والدعوة؟ لا تلتفت، في النهاية
في النهاية دين الله منصور ودعوة الله تبارك وتعالى ظاهرة لا تحتاج لأحد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. نحن في حاجة أن نكون في مسار الدعوة، إحنا اللي محتاجين للدعوة. نحن في أمس الحاجة أن نكون مع ركب الصالحين، أن نكون في القافلة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن نحتاج إلى عمل وإلى جهد وإلى مثابرة، ولن تستشعر لذة هذه الأعمال إلا بعد أن تدخل في هذا المضمار وفي هذا يعني السباق العظيم. والله أسأل أن ينفعنا وأن يعلمنا وأن يكتبنا من عباد الصالحين وأن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.